أهلا بكم في برنامج من هناك، وفيه نتابع تقارير مراسلين في شتى المجالات. تحلم كل امرأة بامتلاك مشروعها الخاص الذي يجعلها تشعر بالاستقلال المالي، وهذا ما تقوم به مئات النساء الفلسطينيات التي لفظن البطالة وأقدمن على إرساء أساس مشاريع خاصة بهن. لكن مواجهة صعوبات التسويق والإنتاج ظلت تلاحقهن، فعملت جمعية نسوية فلسطينية على أن تكون حلقة وصل بينهن والمستهلك لتذليل هاتيك العقبات. مراسلنا فراس لطفي يطلعنا على أنشطة هؤلاء النساء. على نار هادئة يطهون الإصرار وحب العمل، ويحضران على شكل مأكولات من خيرات بلادهن. بالأمس كانت هذه الأيادي مغلولة بأصفاد البطالة، فكسرنا القيد وقبلنا التحدي وانطلقنا بمشروعهن في هذا المطبخ المتواضع بإمكانياته الكبير بهدفه. كانت البداية فكرة من أم بتول التي غادرت الدنيا قبل أن ترى منتجات مشروعها تدخل إلى كل بيت في المدينة. لقد حملت ابنتها بتول الراية وسارت على درب الأم صاحبة الفكرة والعزيمة، فاستطاعت أن تكمل دراسة المحاماة وتكون رائدة لمشروع نسوي صغير تعيش منه نساء رفضن العالة والإعانة. بداياتنا كانت من 11 سنة تقريباً، بلشنا بمشروع صغير كنا عبارة عن كانت والدتي وموظفتين تقريباً أو ثلاثة، وكان حتى حجم المشروع المساحة كتير أصغر من هيك، كانت عبارة عن محلين بس. شوي شوي صار المشروع يكبر، صار في إقبال كتير من الناس على موضوع الأكل اللي بنتجوه النساء في المشاريع، وبلشنا نكبر شوي شوي خلال هدول 11 سنة. واجهنا كتير صعوبات أكيد، واحدة منها زادت نسبة المشاريع اللي شبيهة بمشروعنا، وبس بالمقابل يعني لحد الآن في إقبال من الناس على كافة هاي المشاريع. كل ما يحتاجنه هنا ذوق طاه وخبرة أجداد، ليس الأمر بحاجة إلى شهادة جامعية أو سيرة ذاتية ممتلئة بمحطات العمل، لكن إلى جانب ذلك هن بحاجة لدعم تسويقي وأفاق جديدة وتذليل للعقبات. طبعا هاي المشاريع كتير مفيدة نتوفر فرص عمل للنساء، بالذات النساء اللي ما معها شهادات بس حابة تشتغل. بتعرفوا أغلب المؤسسات الخاصة أو يعني الوظائف المعينة بتفترض وجود شهادات، بس هاي حتى المشاريع البيتية أو هاي المشاريع ما بتفترض حتى يكون معك شهادة شيف مثلا، هي بمجرد الواحد يكون عنده خبرة في الطبخ المنزلي بيقدر يتواجد عندنا ويشتغل. وأكيد هي يعني صورة من صور الحد من التمييز بين الرجل والأنثى في سوق العمل. بحد ذاتها المشاريع الصغيرة الحجم بتعاني من مشكلة الضرائب، يعني معدل الإنتاج اللي عندها والربح ما بتماشى ولا يعادل يعني معدل الضرائب اللي هي مفروضة علينا، وما في حدا بيرحمها. يعني في الآخر أنا مضطرة أدفع ضريبة عشان أقدر أشتغل بشكل قانوني وتقدر تيجي المؤسسات عندي. فبتوقع أكثر شيء إحنا بحاجة الدعم المؤسسي من الحكومة في مجال الضريبة. جدار التسويق ورفع منسوب الوعي المجتمعي بأهمية دعم هذه المشاريع كل ما يريده هؤلاء النسوة، وهذا ما تقوم به الجمعية الفلسطينية أصالة لدعم المشاريع النسوية الصغيرة. لقد ولدت الفكرة في ظروف الوباء المعقدة، فكانت سبيلاً لهن ونقطة انطلاق خارج سياق المألوف، فولدت حملة سميت إلكم من بيتي. بدت الفكرة في فترة كمان الوباء، يعني فترة الكورونا، لأنه زي ما حكينا مسبقاً هو كان في كساد للبضائع، بالتحديد المنتجات يعني اللي بتقوم فيها السيدات وهي منتجات تصنيع غذائي، وكان في حاجة كبيرة عند عدد كبير من العائلات لمساعدة من ناحية غذائية. فإحنا حاولنا يعني ندمج الطرفين، فعملنا حملة اسمها إلكم من بيتي، من خلالها تم تبرع بسلال غذائية، سلال غذائية اللي كلها تحتوي على منتجات من مشاريع هاي السيدات وتقديمها لعائلات محتاجة. فمن هون إجت الفكرة واستمرت طبعاً. ولضمان استمرار خط الإنتاج كان لابد من قاعدة علمية للتسويق والتدريب واستمزاج آراء المستهلك لتطوير المنتج، وهذا ما تقوم به أيضاً جمعية أصالة.
ولضمان مش استمرار المشروع احنا عنا يعني دائرة كاملة تشتغل على تسويق المنتجات اللي بتقوم فيها السيدات. طبعا المسبق للتسويق بده يكون في نوع من التدريب حتى يكون المنتج مناسب للتسويق. فاحنا يعني عنا مجموعة كبيرة من التدريبات اللي بنقدمها للنساء العضوات في الجمعية الفلسطينية صاحبات الأعمال، مثل تدريبات تقنية لتحسين المنتج، لملائمته مع السوق، لملائمته مع الشروط الصحية والبيئية. بالإضافة لهيك كمان نعطيهم تدريبات لها علاقة بال يعني بالتدريب المالي، احتساب الميزانية، احتساب التكلفة والتسعير إلى آخره. طبعا كمان في التسويق والتسويق الرقمي ومجموعة كبيرة من التدريبات اللي بتأهل النساء لأنه يكون مشروعهم ناجح. 250 عضواً اليوم من الضفة الغربية وغزة يستفدن من حلقة الوصل التي ابتكرتها جمعية أصالة لدعم وتطوير المشاريع النسائية الصغيرة، واليوم لهن قائمة طعام ومشغولات غذائية ويدوية، يستطيع أي بيت أن يقتني منها ما يريد في أي وقت. العمل الشريف ليس عيباً، هذه قاعدة النساء اللواتي حاربن البطالة بأناملهن وبرائحة الزعتر والميرمية وإكليل الجبل وغيرها. صنعن منها مأكولات تفوح منها رائحة الإصرار والتحدي وحب الحياة. سوق الفلاحين واحد من أهم محطات الدعم والتسويق للنساء وما ينتجن مما تجود به الأرض. محطة أخرى إلى جانب المنصات الرقمية يشكلان حلقة وصل بينهن وبين المستهلك ليعيش تجربة فريدة كانت في الماضي أسلوب حياة الأجداد واليوم أصبح تراثا يتم إحياؤه، ودعما لمن حلمنا بمشاريع عابرة للحدود من اللبنة الأولى التي أرسينها على خطى النجاح. السوق هو الهدف منه تسويق لهاي المنتجات اللي هي بالأساس منتجات فلسطينية 100% ومصنوعة بإيدين النساء، ومساعدة هاي النساء بأنه مشاريعهم الصغيرة القائمة على الإنتاج الزراعي أنها تكون مشاريع ناجحة من خلال التسويق. طبعا احنا هذا سوق بشراكه مع بلديه البيره، كمان في مبادره توعيه اسمها مبادره شراكه بترعى الفلاحين الفلسطينيين، هم بيكونوا مشاركين معنا. المنتجات متنوعه مختلفه، يعني من بينها الخضره بالاساس، من بينها كمان المخللات، المربيات، المكدوس، كمان في انتاج برضه له علاقه بالعسل وما ينتج عن العسل من مواد تجميلية وصابون إلى آخره. في بعض المشغولات يعني مثل التطريز ومشغولات لها علاقة بالمجوهرات وإلى آخره، لكن قليلة. ملون هذا السوق بألوان الفصول الأربعة يحمل الكثير من الحب في قلوب نساء حولن الحلم إلى حقيقة وظلمة البطالة إلى نور أمل يشق طريقه نحو النجاح. أنا عندي منتجات بيتية، منتجات البركة. تعرفت على جمعية أصالة ودعمونا في المشاركة لأكثر من سوق، من سوق الفلاحين لجمعيات مثلاً وين بيكون في معارض بيستضيفوني عليهم، يعني أني أعرض منتجاتي للتسوق. هذا طبعا حسن من الدخل، من الدخل لعند مستوى الدخل عندي. في زباين، يعني تعرفنا اكثر من زبون. قد لا تسمع هنا نداءات الباعة، لكن في صدور صاحبات المشاريع هذه صوت لا يمكن الا ان يلفتك. انه صوت الاصرار والشموخ لمن اضاءن شموع الامل ولم يفكرن يوما في لعن الظلام. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله. ترتبط العديد من أحياء بغداد القديمة بساعاتها العتيقة التي باتت من معالم بلاد ما بين النهرين، وقد تخصصت أسر جيلا بعد جيل بالاعتناء بهذه الساعات. مراسلنا حيدر الأسدي يحدثنا عن قصة الساعات البغدادية. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري،
كلمات يحفظها كل عراقي عن ظهر قلب، حيث يغازل الشاعر فيها كل ما هو جميل تقع عيناه عليه. وإحدى صور الجمال تلك هي ساعة القشلة التي تقف منذ 150 عاماً حتى حفرت مجسماتها الهندسية في جسد التراث العراقي، وباتت تاريخاً يوثق فترات مختلفة مرت على العراق، وهي تطالع جمال نهر دجلة وأصوات نوارسه عند كل صباح. نحن على أرض ساعة القشلة، والقشلة هي مختصر لكلمة قشلاغ العثمانية، وتعني بمشتت جيش، لأن كان جيش العثماني موجود هنا. من بنى هذه البناية هو نامق باشا، نامق محمد باشا ومحمد نامق باشا، وأكمل البناية مدحت باشا. ففي زمن مدحت باشا عند زيارته إلى إنجلترا شاهد ساعة تشبه هذه الساعة، فطلب من المهندس الذي بنى ساعة إنجلترا أن يبني له نفس الساعة وبنفس المواصفات في هذه الساعة، أولاً لتكون صافرة انذار لاستيقاظ الجيش العثماني صباحاً، وبالتالي تصبح معلم من معالم العراق العظيم. مع مرور الزمن حول العراقيون تعلقهم بدقة الوقت الذي يمثل بالنسبة لهم نوعاً من أنواع الثقافة، حيث ارتبط عامل الوقت بشغفهم بالتطور والحداثة التي شهدتها المدن العراقية في تلك الحقبة، وقد حولوا هذا التعلق إلى مكان يجتمعون فيه أسبوعياً حتى يومنا هذا، وباتت ساعة القشلة وساحتها التي كانت تعرف بالمدرسة الموفقية أشبه بمهرجان ثقافي أسبوعي يحرص الكثيرون على ارتياده. انشأت هنا هاي الساحة سيسموها ساحة القشلة، نسبة إلى ساعة القشلة هندستها نظامها هرمي، القاعدة مالتها 4 أمتار وارتفاعها 23، وقمتها تصل عرضها إلى 1.80 سنتين تقريبا. هو المكان الذي توجب فيه الملك فيصل الأول عام 1920، وأيضا كانت مقرة للوزارات في ذلك الوقت. فهذا الحب والامتداد التاريخي لساعة هارون الرشيد جعل العراقيين يتمسكون بساعات. ما بين أزقة وحوار بغداد تتردد دقات ساعة القشلة ليصل صداها إلى مكان ليس ببعيد، حيث حي باب الشيخ الذي تتوسطه الساعة القادرية. الحاج عبد الرحمن النعيمي ارتبط وجوداً ووجداناً بهذه الساعة وجدرانها، وهو يعمل على صيانتها منذ إنشائها وحتى يومنا هذا. أهل المنطقة كانوا كثيراً يعتمدون عليها، وأنا كنت قائم بالعمل فيها في نصبها توقيت شون عندنا الساعات اليدوية بالزنبلك، لكن هي ساعات دشالي، عبارة عن دشالي معامل بونا، أصلها من الهند، من مدينة بونا من بومبي الهندية، جيء بها من يعني ديش المدينة إلى هذا المكان الطاهر المبارك، ورفعت ووضعت بأيدي عراقية من الناس المحبين والعاملين في هذا المكان الطاهر لخدمة سيدنا شيخنا رضي الله تعالى عنه. هذه الساعة تحتوي على 3 أجراس، الجرس الأول يمثل الساعات، والثاني يمثل أنصاف الساعات، والثالث يمثل أرباع الساعات. يعتبر العراقيون وجود الساعات التراثية في مدنهم العريقة وجهاً من أوجه الثقافة، فهي دليل على احترام الوقت الذي يعد بمثابة السيف ذي الحدين، إن لم تقطعه قطعك. ولع العراقيين بالساعات تحول إلى حرفة عائلية لدى بعض الأسر، كأسرة آل محسوب التي صنعت ساعتنا الثالثة هذه من حيث القدم والتاريخ، وهي ساعة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وتخصصت العائلة في رعايتها وصيانة أجزائها جيلاً بعد آخر. وافقت الأوقاف في آذار 1921 على أن يقوم عبد الرزاق محسوب بصنع ساعة جديدة إلى جامع أبو حنيفة، فبلش بشهر آذار 1921 بالساعة إلى حد 28 12 1928، يعني تقريباً 8 سنوات ونص هو يعمل على إنجاز الساعة، استكملت الساعة في هذا التاريخ.
الساعة التي عدت مفخرة صناعية لسكان الأعظمية حازت على المرتبة الأولى في واحد من أهم المعارض الزراعية والصناعية التي أقيمت في العهد الملكي في العراق. 1932 انفتح المعرض الزراعي الصناعي. المعرض الزراعي الصناعي 1932 بنيسان من 1/4 إلى 30/4 نعرض هذا المعرض. فطلبوا من جدي الله يرحمه عرض الساعة في هذا المعرض سنة 1932. فكان هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية عرض الصناعات مالتها. وبعد انتهاء المعرض حازت الساعة على الجائزة الأولى. حازت على الجائزة الأولى وأعطوا الوسام إلى جدي الله يرحمه. هذا الوسام الملك فيصل الأول إهداء جدي باعتبار الساعة حازت على الجائزة الأولى في المعرض الزراعي الصناعي 1932. هذه الساعة صنعتها أسرة بيت محاسوب أو يسموهم آل محاسوب، وهي أسرة مهتمة بالصناعة، صناعة الساعات وإدامتها. وما زالت هذه الأسرة منذ صنعت الساعة من قبل ما يقرب من 70 سنة وإلى اليوم، هذه الأسرة هي التي تشرف على إدامة الساعة، ومخصص موظف من هذه الأسرة إلى اليوم يديمها ويضبط تواقيتها، وما زالت تعمل بالنظام القديم، نظام التشغيل الفيزيائي الميكانيكي. تعرضت هذه الساعة إلى تخريب إبان الاجتياح الأمريكي عام 2003، إذ كانت مدينة الأعظمية آخر معاقل المقاومة ضد الاجتياح في بغداد، فتعرضت إلى قصف أمريكي وتضررت إضافة إلى بعض أجزاء المسجد، لكن أسرة آل محاسوب كانت موجودة قرب ساعتها، فآلت على نفسها إعادتها إلى بهائها الأول، فبدأت العمل على ترتيب أجزائها في عمل استغرق سنتين متتاليتين. هاي المكان هذا كله انشال وراحت بغير مكان، يعني انطارت هاي الغراض كلها تكسرت والدشالي راحت والعينات، فبقينا 6 أشهر تقريبا نشتغل بيها. زين احنا 3، اني وعمي فؤاد رشيد وعمه صالح، عمي يصير عم لابويا. الحمد لله والشغل هسه احنا يعني محافظين عليها، وعندنا 4 بعد هم مهم مدربيهم على هاي الشغله. اذا يصير خلل بواحد او يصير عطل اني موجود، ذولا 3 موجود، علي الولد موجود، زين هو كلهم موجودين ذولا على ادامتها. ما نخليها ان شاء الله توقف، لان هاي ارث للعظميه ولها العظميه، يعني صنعها من العظميه. تشكل ساعات بغداد وستبقى واحدة من الإضاءات في المشهد التراثي العراقي، لذلك أصبحت على مر السنين مقصداً لأغلب الوفود والسياح الذين يأتون إلى العراق، خصوصاً من المولعين بدراسة التاريخ وتراث الشعوب. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد. تزخر المكتبات العامة والخاصة في الكويت بكتب ومخطوطات ووثائق تاريخية تمر بمراحل عدة من عمليات الترميم والحفظ من أي تلف. مراسلتنا إقبال أحمد تطلعنا على جهود ترميم الكتب والمحافظة عليها على الصعيدين العام والخاص. لعقود من الزمن تمكن شغف البحث في التراث والتاريخ من أن يحلق بالأديب الكويتي صالح المسباح في سماء مختلف دول العالم لاقتناء آلاف من نوادر الوثائق والمخطوطات والأعداد الأولى للمجلات. ولم يكتفي المسباح بالاحتفاظ بها على أرفف هذه المكتبة التي يقضي بالقرب منها جزءاً كبيراً من وقته، فللبيت ومخازن أخرى نصيب منها أيضاً. أهم شيء التخزين بالأرفف، تكون قائمة ما تكون مائلة. الميلان هذا بداية تلف للكتب، هذا الشيء. شيء آخر أهم شيء، إحنا في الكويت نحرص على التبريد. التبريد يعطي قيمة للكتاب ويحافظ على الكتاب لمئات السنين.
لا يمكن للهواء البارد فقط أن يحفظ كنوزاً من التاريخ حصلت عليها جهات رسمية في دولة الكويت، فهذه الأوراق التي خططها أيدٍ نقلت ثقافاتها للعالم منذ القدم، غير الزمن ملامح ما تبقى منها. لكن الجهود المجتمعة هنا في وزارة الأوقاف الكويتية ساهمت في الحفاظ على مئات الآلاف من المخطوطات الأصلية والمصورة. في الوقت الحالي الإدارة تمتلك ما يقارب 3000 مخطوط أصلي في شتى العلوم، وتتركز هذه العلوم الأساسية في يعني علوم الآلة، المنطق والتاريخ واللغة والتراجم، والعلوم الإسلامية في شتى فروعها. مشروع المجنون المخطوط هذا تبنته الإدارة من 1999 تقريبا إلى يومنا هذا، توصلنا إلى 267,000 مخطوط مصور، أخذناهم من شتى المصادر، يعني سواء بالتبادل أو الإهداء أو الوقف. مراحل عدة تمر بها عملية الحفاظ على المخطوط أو الوثيقة التاريخية، تبدأ بالحفظ والتعقيم، ثم إجراءات من المعالجة والترميم، وصولاً إلى التجليد ومحاكاة ختم المخطوط. عندنا جهاز التعقيم بالتبريد ده بيستغرق 36 ساعة، فهذا جهاز لا يؤذي الإنسان ولا في تلف للمخطوط، يعني المخطوط ما ورق رديء، ما يدوم طويل. احنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل المعالجات بإزالة الحموضة منه. الترميم نفسه عنده خطوات، يعني نبدأ أول شيء بالتنظيف الجاف، بعد كده تاني نبدأ التنظيف الندي الويت. بعد عملية الترميم نمشي للتجليد، والتجليد هنالك أختام وهنالك كليشيهات بتدينا تاريخ أو الحقبة اللي صنع فيها المخطوط. ومواكبة للتطور التكنولوجي وبهدف إتاحة المخطوطات والوثائق التاريخية لجميع الباحثين والمهتمين، تعمل الإدارة هنا على حفظها رقمياً ضمن برنامج أرشفة متكامل المعايير. طبعاً هو الهدف من الرقمنة هو حفظ المدى الطويل، يعني المخطوطات في العادة أو الوثائق مع الوقت يمكن يحصل لها عوامل تلف الزمن. طبعاً عندنا بعد الميكروفيش وميكروفيلم، هم هذه لازم تتحولينها تصوير ديجيتال، بعد التصوير ديجيتال تنجينها في برامج خاصة كمعالجة صور فنياً كامتداد كحجم، فخلاص بعدها تجي الخطوة الأخيرة هي الفهرشة. يفهرشون يحطون كل مخطوطة بطاقة تعريفية خاصة لها، كالأحجام الورق، نوع الجلد، الأختام، المؤلف، العنوان، سنة النسخ، سنة المؤلف، كم عدد النسخة، هي وحيدة أو مكررة. هنا في وسط مدينة الكويت تعالج ذاكرة الوطن على أيدي أطباء الوثائق والمخطوطات، فهذا المركز الذي أنشئ عام 1992 تمكن من جمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بغزو العراق لدولة الكويت، وتوسعت مهامه فيما بعد ليحفظ بين أركانه مختلف الوثائق والمخطوطات المتعلقة بالدولة، وثائق حصل عليها من بعض الأسر الكويتية والجهات الحكومية. طبعاً بمجرد ما نستلم المواد التراث الثقافي، سواء كانت مواد ورقية أو غير ورقية، في البداية يتم فحص هذه المواد للتأكد من خلوها من الكائنات الحية الدقيقة، من خلال أخذ عينات من هذه المواد وفحصها باستخدام المجهر الإلكتروني. بعد ذلك يتم وضعها في جهاز أو غرفة خاصة للتعقيم لمدة 6 أسابيع. خلال 6 أسابيع يتم القضاء بشكل تام ونهائي على هذه الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش بين مواد التراث الثقافي وتسبب تلفها. بعد الانتهاء من عمليتي التعقيم وتنظيف الوثائق، يتم فحص هذه الوثائق بشكل أدق للتعرف على نوع الألياف وللتعرف على الأحبار المكتوبة فيها هذه الوثائق. هذه بعض من المواد التي عرف بها الإنسان علم الحفظ الوقائي منذ منتصف القرن 19،
كأشجار النيم والتبغ التي كانت تستخدم لحفظ الوثائق من التلف، معرفة يحاول المختصون تكريسها لدى المتعلمين ليعزز لديهم أهمية الحفاظ على الوثائق التاريخية وجمع بياناتها وأرشفتها. مفهوم الأرشيف من المفاهيم الراقية أن الإنسان أو العائلة أو الدولة تحتفظ في أوراق تاريخية أو مقتنيات، بين قوسين كلغة علمية نسميها مخلفات مادية. شخصيتنا اليوم وايد مهمة لأنها عاشت مرحلة مبكرة من تاريخ متحف الكويت الوطني اللي هو من صلب اهتماماتنا، وساهم في بناء أو تأسيس أول مجلة متخصصة عن المتاحف في الكويت. فإحنا قاعد نقول للبنات والشباب الطلبة اليوم إحنا ما نعرف هذا الشخصية شنو سوت ولا نعرف منو هو، فاستلمنا أغراضه ومشينا على المراحل العلمية. الخطة المستقبلية أن المادة الأرشيفية هذه تكون قابلة للبحث، نطلع فيها كتاب مؤلف عن الشخصية، أو تكون ضمن مواد علمية نستفيد منها في أبحاثنا عن تاريخ متحف الكويت، الأنشطة اللي كانت موجودة. جهود حكومية وأخرى مجتمعية حفظت إرثاً ثقافياً وتاريخياً وسط مطالبات من المهتمين والباحثين بضرورة فتح مزيد من المراكز المتخصصة بالحفظ والترميم. ولعل التطلعات بأن تفتح وزارة الأوقاف أبواب مركز الكويت الدولي للمخطوطات ولتعزز مفاهيم الحفظ والأرشفة والترميم عبر صقل الأيدي الشابة في برامج تدريبية تمكنهم من خدمة التاريخ والوطن والثقافة. إقبال أحمد، سكاي نيوز عربية، الكويت. كانت هذه حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من هناك، نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.